يلا بينا، خليكوا معايا جريد 6 وتعالى نشوف الحل بتاعنا. طبعا اول واحده انتوا قلتوها لي ان ارايف هيجي بعدها ان عشان ده ايسلاند. تاني حاجه قلت لي ان ايام هيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي علشان ده بريزنت كونتينوس. تالت واحده قلت لي ان سموث اللي هو ناعم عكسه رف خشن. رابع واحده انتوا قلتوا لي الاوبننج از توب اوف ذا فولكانو، يعني الفتحه اللي هي اعلى البركان اسمها كريتر، فوهه بركانيه. هات اللي بعديها بيكولار. بيكولار مينز سترينج ولا دينجرس ولا لافا ولا ماونتن؟ بالظبط، يبقى بيكولار دي هتيجي بمعنى ايه؟ بمعنى سترينج. بعد كده بيقول لي تعال نشوف نمبر 6. This adventure story is really and it's full of surprises. طيب هي ايه؟ علشان فيها surprises مفاجآت. انا عايز حاجه من الحاجات دي، حاجه حلوه. يا ترى رف ده رف موجوده فوق خشن، يا ترى سموز برضو موجوده فوق بمعنى ناعم، طب يا ترى هوت ساخن؟ لا ثريلينج. ثريلينج اللي هو مدهش او رائع. هات اللي بعديها اي كانت بيليف ات، انا مش مصدق ده. اتس حاجه ما صدقهاش، يبقى هي ايه؟ رف ولا انكريديبل ولا شارب ولا ورم؟ ورم دي معناها دافئ. لما جه قال لك ان الميه كانت دافيه تبقى ايه؟ كلمه انكريديبل، الكلمه دي تتحفظ. انكريديبل معناها لا يصدق، حاجه كده انا مش مصدقها من كتر غرابتها. طيب اذا هوت سبرينج ويتش ريزز اب بيكوز اوف سيفر هيت، يا ترى ايه هي؟ يعني ينابيع ميه بتطلع بسبب درجه الحراره، يا ترى مين؟ المضبوط ولا الجسر ولا الجلاسر ولا الفاونتن؟ دي هتبقى يا مستر جيسر، يبقى دي هتبقى الجيسر. هات اللي بعديها ذا ايدا اوف ذا فولكانو از فيري نويزي، ايه اللي بيخلي اللي في البركان يعتبر مزعج؟ الايربشن ولا الثريلينج ولا السربرايز ولا الاستيم؟ لا الايربشن اللي هو الثوران بتاع البركان. طيب بعد كده كله هيحل من غير ما يقول صوت، من غير ما يقول الحل لما انا اسالك انا عشان كله يجاوب. دراجونز وير، الدراجونز دول يعتبروا ايه؟ تايني ولا جاجناتيك ولا سمول ولا انترستنج انترستد ولا ايه بالظبط؟ انيمالز. طبعا دراجونز اللي هي التنانين، يا ترى تايني ولا جاجناتيك ولا سمول ولا انترستد؟ تايني. لا تايني دي معناها ضئيل، هاخد جاجناتيك. جاجناتيك اللي هي معناها عملاق او ضخم جدا. هات اللي بعده بقول لك when you visit a new place guide ولا teacher ولا geologist ولا doctor can show you. لا جايد، يبقى لما تيجي تشوف مكان جديد مين اللي هيجي معاك؟ الجايد. يعني انت رحت شفت الاهرامات، مش جيولوجي هو اللي هيجي يشوفها معاك، هو مش انت مش رايح عشان تدفن جنب ابو الهول هناك. لا هات اللي بعده ماي انكلز انفنشنز اولويز لوكس فيري اند ذي نيفر ورك، يا ترى اختراعات عمي دي تعتبر دايما ايه وهي ذي نيفر ورك؟ يا ترى ايه؟ فيري ايه؟ وهي ما بتشتغلش. And they never work. Weird. Weird دي معناها غريبة. يبقى دي اختراعات ايه؟ غريبة. There is often in old Chinese stories. طبعا في الحضارة الصينية أكتر حاجة مشهورة ايه؟ الدراجونز التنانين. هات اللي بعديها. Some shells have spines on them. And they feels يعني بيقول لبعض الصدف ده عندها عظم أو عندها هياكل عظمية وهي بتشعر إن هي إيه؟ رف ولا كولد ولا سموث ولا هوت؟ الصدف ده بيكون إيه؟ بيكون لأ الصدف اللي هي العظم والنتوءات اللي هي بتبقى موجودة دي بتخليها إيه؟ برافو عليك، رف رف. طيب مين is a place where water is rises up into the air؟ لا ده مكان الميه فيه بتعلى لاعلى اللي هي ايه؟ فاونتين. فاونتين اللي هي النافوره اهي.
مين من دول بيقول لك is a kind of mountain، نوع من أنواع الجبال هي اللي كنت رسمها. لأ البركانو، اللافا دي اللي هي السائل اللي بيطلع من البركان. إيه من دول is a large area of ice which moves down a valley، مش احنا قلنا هم طايرين بالطيارة شافوا فولكان وشافوا جلاسيرز؟ طيب يبقى ايه بقى اللي هي كتل من التلج اللي هي مين؟ جلاسيرز. هات اللي بعديها. The crater ولا فولكان ولا فاونتين ولا جيسر is the central part of volcano، دي موجودة عندك في الورقة اهو في اول واحدة. central part of volcano اللي هي مين؟ crater. طب هسألك سؤال قبل ما امشي من البيج دي. كلمة crater لها معنيين هنا؟ مذكرة؟ لا، كريتر لها حاجتين تعريفين. بص كده التعريف في نمبر 3 ولا في نمبر ايه؟ في نمبر 4. The opening at the top of volcano نمبر 4، يبقى الفتحة اللي هي اعلى البركان اسمها ايه؟ اسمها كريتر. واخر واحدة اللي هي central part of volcano. فاهمة يا ندى؟ عيد حاجة تاني؟ طيب تعالى نشوف بارت تاني. ده كده بارت. هات لي بارت جرامر نحل فيه شوية. طيب تعالى نشوف 24 كده وممكن نصحح مع بعض. Andy is going in ولا on ولا at ولا over holiday. احنا قلنا كلمة holiday تسبق ب on، يبقى كلمة holiday انا هكتبها هنا اهو، holiday تسبق بمين؟ ب on. هات اللي بعديها. Welcome، welcome بتتبع بمين؟ to. Welcome تتبع ب to. هات اللي بعديها. كوبايه الشاي دي تعباكي جدا جدا، انا عارف ان هي رخمه قوي، هتديلي دلوقتي على لوجي. What is happening in ولا at ولا on ولا over Sunday Saturday morning؟ قول لي ليه؟ عشان ايه؟ طب ده في morning هتبقى ايه؟ in Saturday morning. هات اللي بعديها. They are climbing ولا swimming ولا flying watching to Iceland next week. هتبقى flying. هات اللي بعديها. علام is the waterfalls tomorrow. لا هو هنا هيزور الايه؟ الشلالات، يبقى visiting. محمود is climbing ولا flying ولا riding ولا swimming horses. يبقى هنا هو حصانه هيبقى ايه؟ يركب. أحمد is left ولا leave ولا living ولا leaves at 3 o'clock. أي verb بعد am is و are بيتحط له ing. هات اللي بعديها. The children are spending ولا flying ولا performing their play. يبقى هنا أقول المسرحية، كلمة play دي معناها مسرحية، هتاخد إيه؟ performing. What is happening ولا happen ولا happens ولا happened on Saturday؟ happening. طيب هات اللي بعديها. Where are Joe and Bob؟ هناخد ING، برافو عليك، عشان ايه الاتنين دول. When are they؟ هناخد having. I am not my next holiday. طبعا الاجازة كلمة holiday بيجي معاها كلمة spend بمعنى يقضي، يبقى holiday بتسبق بمين؟ be spent. هات اللي بعديها. طيب هات لي دي كده. we will go to the mall tomorrow afternoon. كل اللي هتعمليه هتشيلي will ونحط are going to. لا هنحط are going to، are going بس انا هنحط بدل will are ونحط دي go ing. هات اللي بعديها. هنا برضو نفس الكلام، هشطب always واشطب الاس بتاع بلاي واروح حاطط ايه؟ is playing، يبقى she is playing tennis. هات اللي بعديها. they are having a party tomorrow. هو عايز هنا عايز tomorrow ده عايز يسأل when are they having a party، يبقى انا هشطب when وهعمل كروس اقول they are having a party tomorrow. عايز what a، this beach is beautiful، يبقى اقول له what a beautiful beach. But a beautiful beach. هي ندى مش معانا في الحاجات دي. طيب هنحلهم تاني، هنحلهم افهمي بس وبعد كده بحليهم. بص انا كده كده انا مصورهم فيديو، هتوقفي الفيديو تمام، هتحلي وبعد كده تشوفي الايه
تشوف الحل ده صح زي ما انت ما عاملاه ولا لا. اتفقنا يا دكتوره؟ يبقى انت كده ايه، هتشوفي الفيديو ده يبعته لك الحد، هتعملي ايه؟ هتروحي موقفه. يلا بينا. They are flying to Iceland on Saturday. عايز last Sunday. last Sunday ده هي ده عايزها اللي كابيتال، يبقى هتتحط في الاول وار هتتحول ل where. يبقى they last لا ده هو عايزها ماضي، يبقى هنا هو last week last Sunday they flew to Iceland. يبقى last Sunday هشطب ار واشطب ing وفلاي ده هجيبها الماضي بتاعها. He is climbing a volcano on Monday. عايز يستخدم will. He will climb a volcano on Monday. هو انا ليه عملتها كده عشان ندى تفهم وهي بتشوف الفيديو؟ هشطب از واشطب ing واحط will قبليها. يبقى تاني يا ندى، will ده هي معناها سوف، حاجه انت لسه هتعمليها يعني بعد الدرس هتزوري تيتا، هتزوري بابا، هتزوري عمه، هتزوري خالته، هتزوري اي حد، هتاكلي، هتشربي، كل حاجه دي هتعمليها will. طب انا مش عايزه will، يبقى تحط از وتحط ing للفيرب. اوكي؟ She usually draw a picture. عايز look. يبقى أقول له look. هشطب usually. She is drawing a picture. Does she listen to music? هشيل does. وحط is بدلها ولسن يتحط لها ing. يبقى is she listening؟ حط لها ing to music. عايز يستخدم what. ويبقى what a peculiar place. يبقى أنا شلت this is وحطيت what بدلها. طب هنا هو عايز وات، هشيل زيز از برضو واقول وات واكمل الجمله. طيب I have arranged to visit the zoo on Friday. هشيل arranged to واكتب I am visiting the zoo واكمل الجمله. on Friday had flying، هشيل arranged to وهز معاها واقول she is flying to London. هات اللي بعدها البيج اللي جايه. Will you buy a new car on Friday؟ عايز يستخدم R، يبقى أنا هشيل له will وأحط R وباي دي يتحط لها ING، يبقى Are you buying وأكمل الجملة. طب هنا هو بلان التو تتشطب وأقول They are flying to London tomorrow. أرينج التو أشطبها وأقول I am meeting وأكمل الجملة بتاعتي. حد قاعد مش فاهم؟ شكرا جدا يا شباب، وتعالى نشوف فيديو تاني.